السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. تاريخ تسجيل فيديو اليوم السبت 9 أبريل. طبعا اليوم وصلت المساعدة لأحد الأخوة، طبعا اليوم سبت واحد البلدية مشان تستغل الوقت ومن كثر الضغط عليها بلدية زيتون بورنو بلشت توزع المساعدة أيام العطل. فأحد الأخوة اليوم وصلته في زيتون، قطاع زيتون بورو، نفوس زيتون بورو. نزلنا الفيديو من 5 أيام تقريبا أنه يا جماعة الخير في بلدية زيتون بورو تسجيل على مساعدة أو تسجيل على سلة غذائية، وبعد 5 أيام بالضبط وصلته المساعدة. هاي هي يا جماعة الخير، حبيت أفيدكم بهذا الفيديو أنه المتواجدين بزيتون بورو يتصلوا على البلدية 3/4/1984، راح يتكلموا بالتركي، يرد عليكم مجيب آلي، بعدين يرد عليكم الموظف يطلب رقم التي جي. إذا الموظف ابن حلال ممكن يعني تنقلوا رقم التي جي بالتركي، رقم دقوز دقوز أوش دورت بيش وهكذا جر، بعدين يطلب منك مواليدك بالتركي أيضا، اليوم والشهر والسنة، نقل يوم بالتركي يقول لك تمام. إذا قيدك شغال وسيستمك شغال ونفوسك زيتون بورنو يقول لك أمورك تمام. إذا ما لك نفوس بزيتون بورنو يقول لك لا ما لك نفوس، أو قيدك ما لك قيد أبدا، تكون هين بدك تحدث بياناتك. تمام يا جماعة الخير، حبيت أفيدكم بهذا الفيديو اللي سابقا شرحنا عنه. تمام، هذا الفيديو راح أترك هذا الكلام كله بصندوق الوصف. مكونات السلة يا جماعة الخير: حب فاصولية كيلو، زيت بيرياغ 2 لتر، طبعا حصوة تسند جرة مثل ما يقولوا، الحمد لله على كل حال والله يجزيهم الخير. سكر 2 كيلو، برغل 2 كيلو، رز 2 كيلو، حمص حب كيلو، علبة جبنة غريشة كيلو، هاي يحبونها شوان طبعا، دبس علبة واحدة يعني كيلو، شاي تركي كيلو، حلاوة تركية علبة، علبة عطون أسود طيب طبعا عطونهم، معكرونة 4 أكياس، ملح نصف كيلو، عدس كيسين، طحين 2 كيلو. الفيديو اللي سابقا شرحنا فيه انه في مساعدة ببلدية زيتون بورو، باقي البلديات بدك تجرب، هذا الرابط. طبعا هذا الكلام راح اترك لكم اياه بصندوق الوصف في القناه على اليوتيوب. طبعا الاتصال على هذا الرقم للي نفوس زيتون بورنو قيد وشقال، اما الزوج او الزوجه ما في حرج. تمام، باقي البلديات ارقامهم بهذا الفيديو اللي شرحته سابقا في قناتي على اليوتيوب. اتمنى من الجميع يعني لا تنسونا بفضل دعائكم بهذه الايام الفضيله بظهر الغيب. اتمنى من الجميع ايضا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. طبعا القناه مهدده يا جماعه الخير، في عليها تبليغات، في عليها انذار واسترايكين يعني على شفا حفرة. فسبحان الله، إذا لنا نصيب نكمل معكم، ما لنا نصيب ممكن القناة تطير بأي لحظة. أتمنى من الجميع دعمنا لنستمر بتقديم كل ما هو جديد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. أي سؤال، أي استفسار، أي اقتراح، أتمنى التعليق أسفل الفيديو. اللي يا جماعة الخير استفاد من بلدية زيتون بورنو أو غير بلديات، أتمنى يشاركنا تجربته يعني، أو أي جمعية وزعت مستفاد منها، مشان في أيتام، في ناس أرامل، في ناس مقطوعين ما لهم حدا يا جماعة، في ناس فقراء متعففين ما يسألون حدا. فيعني أتمنى من الجميع اللي يشارك تجربته باستلام أي مساعدة ويحط لنا الرقم أو الموقع أو اسم الجمعية. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.